السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الموعد. نلتقي اليوم في رحاب الكلمة والشعر وكل الأحاسيس وكل ما يجول في خاطر المستمع بنلقاه في قصائد شاعرنا وأستاذ ضيف اليوم. بنقول عليه أستاذ لأنه هو أستاذ ومعلم، بيهتم بتربية الأبناء وبيهتم بتعليمهم من مرحلة أولى أساس عمر 6 سنوات ولحد تامن أساس، وعنده اهتمامات كبيرة بالمناشطة المختلفة بالدورات المدرسية، وبنعرف أن الدورات المدرسية عندها دور كبير جدا في أنها تطلع علينا الشعراء والفنانين وكل المبدعين والعازفين وغيره من المبدعين، هي نواة وبداية خطوة أولى للدورات المدرسية. فبيجي دور الأستاذ والشاعر في أنه هو يهتم بالمواهب دي ويظهرها ويكون مشرف كامل وبيكون بدور الاستعداد للدورات المدرسية دي. بنرحب به داخل الاستوديو الأستاذ والشاعر إبراهيم جابر، مرحبا كثير. مرحبا يا رشا ومرحبا بتلفزيون الشروق، وأنا سعيد إني أطل عبر هذا الموعد لكل الناس اللي بيحبوا الشعر وبيحبوا الكلمة السمحة، وأتمنى نسمع شعر ونتونس ونسة سمحة إن شاء الله. نحن دائما بنستضيفك، او انا شخصيا استضفتك على كذا حوار. وانت كشاعر، انا قاعد اقول هي الشغله دي هي توفيق من ربنا في المقام الاول. لانه انا بكتب شعر بعاميه كردفان، عاميه كردفان دي يعني لغه كردفان، الرساله الاولى اللي لسه ما تعربت. دي واحد. اثنين، بجي المدرسه بدرس بالانجليزي، بتكلم مع الناس بعربي، وانا بكون قاعد اقول في التلفزيون لما اكون شغال في حوار، السكتة البسكوتة مسافة عشان الكلمة تمرق بالعربي ما دايرة تمرق بالانجليزي. بكون حريص انها تكون بالعربي، فدي نقطة. الثانية والله اللغات ممتعة، ممتعة رشا، يعني بتضيف لك ثقافة امم اخرى، بتضيف لك معارف ووجدانيات كثيرة. فاللغة الانجليزية انا كانت رافد لي في حياتي وفي في الشعر، لكن اذا الزمن رجع بي لورا 22 سنه ما كنت حدرس لغه انجليزيه، كنت حدرس عربي. انا توقعت كده في الاول. أيوة. انك انت استاذ اللغه العربيه، يعني الامر صعب، الامر صعب. يعني لو درست عربي ربما الحاجات فيهن شبه شعر وعربي، واغلب الاشعار بالمناسبه كانوا اساتذه بتاع اللغه العربيه. استاذنا الهادي ادم الله يرحمه شاعر ومدرس كان للغه العربيه. فاغلب الاغلب الاغلب الشعراء اللي اشتغلوا في التدريس حتى علي جارم ديل كانوا اساتذه بتاع اللغه العربيه، فهي ماشيه مع بعضها. لكن الانجليزي شويه فيها 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 صعوبه، فيها صعوبه بتفصلك من العالم، من عالم الشعر. تحتاج انت هاي بتحتاج للفصله دي. نعم، هي حاجه برضه كويسه يعني. وين كانت أميتك وين كانت أحلامك وين كانت ظروفك اللي هي اختارت لك الكلية؟ يعني وانت في ثالثة ثانوي كان وين اختيارك وين حلمك وين الظروف برضو جبرتك؟ يعني انت عارفة ان احنا في السودان بالذات بنتمنى حاجة وبنبقى حاجة ثانية. ايوه، انا كنت متمني اقرأ اقتصاد علوم سياسية او اقرأ ادب، ولكن في زمننا ده كان في صوت وطن الاباء، يعني الابهات الوقت ده كم بحد لك الكليه. صح. فالسيد الوالد كان بيرى انه يعني امشي اداب عشان اعمل شنو؟ الكلام ده قبل 20 سنه 30 والشعر سنة. اصلا كان ظهر؟ لا، الوقت ده كان لسه في الثانوي العالي، ما بالمدى الكبير كان اكثر شيء ظاهر الشعر الوطني. الشعر الوطني في الفتره دي كان هو الظاهر واللي شاركنا به في الدوره المدرسيه. انا كنت متمني اقرا 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 اداب، ولكن ظروف الحياه ودتني نحو كليه التربيه جامعه الخرطوم الدرابه، انا بحييهم كلهم، وهي من الكليات المفيده واللي بتطلع منها انت زول ثاني، يعني تخشها تخش التربيه زول وبتمرق بانسان ثاني، بتمرق كم زول تحديدا لما تكون جامعه الخرطوم. يعني كمان. بالضبط بالضبط. جميله ومستحيله، ما جميله ومستحيله، صحيح حقيقه. يعني جامعه نحن الاساتذه درسونا فيها، الدكاتره، الزملاء، الجو العام بتاع جامعه الخرطوم كان جو محفز بالنسبه لي انا في الشعر بالذات. يعني في مسابقات، في مهرجانات اقيمت في جامعه الخرطوم، عندك كل الحياه دي كانت معززه للشعر. بديت التدريس وانت في الجامعه؟ مشكله بديت التدريس في الجامعه. نعم، والشعر برضه ظهر خلاص بصوره واضحه. الشعر الظهر اكثر في الجامعه غنائي،
ظهر الشعر الغنائي بصورة أكثر. لكن بعد الجامعة بقى شعر أعمق وشعر القضايا الاجتماعية الأكبر خلاص ذات ممكن مرحلة العمر يعني خلاص نعم مرحلة العمر ذات لها أثر إنك أنت في كل مرحلة عندك ما يوجعك أو في أوجاع أنت بتحسها في أعمار معينة. يا أستاذ الأطفال عندهم وجع بخصهم في مرحلة معينة بيتجاوزوهم ذاته بيضحكوا عليه. فبعد الجامعة كانت حافظ النصوص في الزمن ذاك ولا بعيدة؟ ما بعيدة شديد في يعني حتى لو جزء من النص في بدايتي في تدريس نص يوميات وطن في دفاتر طفلة بيقول الاسم تسنيم بنت أحمد بنيت الهنا العمر كم مين سنة ما مهم كم مين سنة المهنة طالبة لي وطن السلام والمأمنة الفرقة سنة ثالثة حب للناس اللي بكرموا الضيف بواسوا قلب المحزنة العنوان أول قوس قزح في تاني غيم في الشارع اللي بيلهج بالغنى غني من أم البريدة والختام زغرودة تحضن ميزنة ومن جزائر الغربة جينا من العتامير اللي بتسأل في الغمامات الرزينة باللي ريقنا فك شوقنا قبل ما تزور المدينة ويا بلادي احنا جينا لما صوتك مس فينا جرح نازف وحلم عاصف احنا عزيناه صوتك وليك جينا وكم دفننا عشان حرقة وكم لقينا من مهازل الدنيا من أغدار حزينة وجع أكبر من كلامنا أكبر من ظنوننا والصدى الواقف بنادي في النوادي وفي الروادي وفي طرف كل البوادي هو صوتك يا بلادي أيوة صوتك يا بلادي صوتك المليان محنة يدي للمحزون بشاير صوتك الدرع اللي بيحمي صدر عاشق بيك سائر أيوة صوتك يا بلادي صوت شهيد بيهتف بنادي بعيونه بفؤاده بشفاهه يا بنات بلد التقية ويا جنود بلد الرضية أبقوا عشر عليه بلدنا دي القضية أبقوا عشر عليه بلدنا دي القضية أبقوا عشر عليه بلدنا دي القضية. يا سلام نص جميل. طب لما نتكلم عن 22 سنة في التدريس نمشي لسنة أولى في التدريس وحاليا 2019 شنو المختلف على امتداد ال 21 سنة في النص ديل أو 20 سنة؟ طيب اختلفت الأجيال واختلفت منظومة العصر عموما وحصل تطور في العشرين سنة دي. قبال 22 سنة كان الناس سنة أولى ديل بيدرسوهم يا رشا أجدادنا القدماء معارف يولع النار بفرك حجرين أو طرق هكذا يعني في أنا ما أقدر أقول صورة بدائية لكن موغلة في التاريخ كانت بالنسبة لنا حاجة مدهشة ونفرح لهكذا حصص والأستاذ يحكي لنا ونعرف إنه النار دي قصتها اتعملت كيف ودى الليلة ده ودى 2019 ده الكلام ده لو قلت له اصلا هو كون حضره انت حصتك دي حتكون من الامس. ايوه واحد اثنين النازل ديل 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 جيل عم جوجل ايوه يعني اي ايوه البيت بتقرا في سنه ثانيه صففتها سنه ثانيه تقول لي ضارب لي خاله قال لي البيت دي امبارح كملت لي الجيجات بتاعتي في شنو خشت كتبت اسمك في جوجل وبتحضر في القصائد يا سلام بتحضر في التجربة تانية احنا في اخوانا في تانية الكلام ده بالكثير كده اكبر همومنا انت حاشل لك شنو لكن الان في وعي واحد على مستوى اولياء الامور ذاته بقى فيه اهتمام بالعمليه الاكاديميه كيف زمان كيف زمانك كيف؟ زمانك كان احنا كنا زمان هاكم لحمنا عضو ايوه تليك وكنا ذاتنا كنا شديدين ولضيضين يعني بنقرا برانا بنذاكر برانا حتى المذاكره ذاته بشكلها المعروف الان تقعد وتذاكر ويجيبوا لك كوبايه العصير ده كان ما في مذاكره انتوا حايمين في الشارع بتسمعوا بتكاوا بعض بجدول هكذا الان النازل بيقروا بجدول مرتب يعني شوف عديل اصغر حجما واكبر عقلا عندهم احلام يعني هو في ثالثه بقول لك انا داير ابقى طيار طيار دي انا لما كنت في ثالثه لو وريتكم كنت داير ابقى شنو كان تاسي لا رب حصعب لك فشفتي الوعي انا ما اقدر اقول شال منهم طفولتهم لا تزال طفولتهم موجوده لكن بنكهه بتاعت شوكليت بحاجه مختلفه يعني احنا كنا بدوم كنا بحاجه شعبيه الجيل الاسي ده جيل مطلع جيل ذكي جيل ملول يعني انت الاستاذ اذا ما بقيت عندك كم موهبه
ما بتقدر تجذب انتباههم لنصف ساعة. يعني هي نص ساعة ولا 40 دقيقة؟ هي 40 دقيقة، لكن الحصة العملية يا رشا نص ساعة. نص ساعة لازم تكون بطريقة درامية، يعني اسلوب التدريس يختلف. لازم لازم يكون عندك، يعني تكون عندك الناس زمان بيشوفوا ده دلع، يعني بقول لك احنا ما قرينا، بيجوا بدون المادة وبنكتب في الكراس وخلاص. لا ده كان تلغين أكثر، كان ده كان تلغين أكثر، لكن الآن يعني مثلا في المغرد الجديد الإسماعيل إسماعيل 1 بتاع سنة ثالثة، المفردات اللي فيه ونحن كنا بندرس الناس في تامن وفي أولى عالي قبل 20 سنة. هسي أيوة هسي الآن البنية في ثالثة بتكون بتحفظ في الإسبيل دي. يعني أنا بحكي طرفهم أول مبارح في المدرسة شافع في من السنة أولى دي، قال لي يا تيتشا أمي قالت لك تعال اشتغل مع أخوي. أخوك في كم؟ أخوي في ثالثة. أها دار يشتغل مع شنو؟ قالت لي والله ما أعرف. قال ما أعرف لكن زي اللي عنده مشكله في الليتريتشا نطق بالنطق ده. قلت المعلومه في سنه اولى، في سنه اولى قلت لهم في سنه اولى بقول ليتريتشا ليتريتشا نطقناه احنا في الثانوي العالي. ايوه فيلا ده السامع من القباله، سامع من القبال، في ثقافه سماعيه بقت في البيت فيه اكثر من زول متعلم. الحاجه اللي بالنسبه لك انت كاستاذ مريحه مشكله افضل كثير، يعني بيقطعوا اشواط كده بينهم بدون ما يتعب. ايوه اللانجوج ذاته ممكن يجرب يجرب اللانجوج مع امه في البيت، فبتسألك تقول لك انتوا اديتوا كلمات ديل وهكذا. الامات الجيل الجديد ده ما جيل اغلبه جامعي يا رشا، صحيح. الجيل الجامعي ده احنا افادنا في انهم هم ذاتهم عندهم احلام لاطفالهم، مش احلام ساي، احلام هم ذاتهم ساهروا وقعدوا وقروا، فعارفين سكه التعليم عامله كيف، عارفين مراحلها، عارفين منحنياتها، عارفين صعوباتها، فديل ديل ديل معين لكن كبير. لكن احيانا بيكون في ضغط كبير للطفل خصوصا من سنه اولى لحد رابع ابتدائي ديل. الضغط فيه الضغط فيه، لكن المدرسه والبرمجيات بتاعتها يعني يعني مثلا انا عندي فكره انه الجمعيه الادبيه ما تلغى، تحدث وتكون جزء منها جيمز، الالعاب سودانيه شليل. المكتبه لسه فيه ولا المكتبه في مدارس معينه بس بصراحه يعني في مدارس معينه. زمان كانت حاجه يعني ثابته موجوده بالضبط، والمناشط دي الثقافيه والادبيه والرياضيه كلها لازم تكون موجوده. بالضبط. دي الحاجات انا اللي قدامك ده صنيعه جمعيه ادبيه، صنيعه دورات مدرسيه، كلنا ده ايوه دخلنا في الجمعيات دي. ايوه ف مهم صراحه، لانه حتى يكون في ضغط اكاديمي، الاكاديميات ما زي زمان، صحيح. يعني تحس انه في ضغط اكاديمي، في يوم ترفيه بالنسبه ليوم نكتشف فيه مواهبهم، بنعرف بعد كده يعني يصنع الفارق، يصنع الفارق، أيوه. يصنع الفارق اليوم ده. لكن طبعا الـ 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 الحياه ذاتها اول عام الدراسي قصير، بقى قصير، كان في وقوفات، كان في شنو، كان في شنو، فالناس بيبقى همها الاول هم انه نهايه السنه دي انت بتكون في حصلت جزء، فدي دي من المشاكل. لكن احنا ما ننسى انه دول اطفال ولازم يعيشوا عمرهم، صحيح. أيوة. ولازم يستمتعوا به. غير كده في قيم سلوكيه ان احنا بنوصلها للاطفال ديل عبر اللعب. عبر اللعب بنوصل لهم شنو يعني مثلا الصدق، الامانه، الاشياء دي، الصدق، الامانه، التنافس، الروح الرياضيه. يعني لو واحد اثنين ثلاثه كف جري عديل جري، يعرف انه ما كلهم حيجوا الاول، في واحد حيجي الاول، والجا الاول ده بيطيب خاطر ان احنا نهنئه ونفرح له، لانك انت المره الجايه يمكن تجي الاول. فالاسئله احسن لك اعطوني انه النازل يفرح بيك ويصفقوا لك ولا يعمل في اطفال طبعا بيزعلوا بيبقوا. ايوه لكن هو بيعرف انه تشرح له. اي بعد ذاك احنا بنعمل نماذج، يعني مثلا ذات اجري معاهم واخليهم يسبقوني. ايوه يحتفلوا ايوه ويغيظوني. فبعد ما يسغ من نفسهم تمام بقول لهم احنا المره الجايه نعمل المسابقه دي، لكن كده. اي زول يدفع 5 جنيه مثلا ايوه واصبغ لك اولاد الذين تقدر تصبغهم اصبغهم جاتي ما فيها قريش، عارف انت، فهكذا بيعرف انه انا احنا المره فاتت احنا فزنا على الاستاذ. ايوه مرة خلاص يكلموا اهلهم. ايوه صحيح فزنا على الاستاذ، وانا اقول لهم انا ما كنت مستعد او ما كنت شارب لبن. طوالي تنقل لهم انك انت المفروض تشرب اللبن عشان تكون فت، ونجيب الزول اول هاي صباح شربت شنو، يقول انا شربت لبن. هكذا وتركيزهم عالي بالمناسبه، اذكياء جدا. الاجيال الطالعه دي يعني نعم بيركزوا في كل تفصيله. نعم متعبين الناس سنه اولى ابتدائي ولا سنه ثامنه؟ هم داخلين على مرحله صعبه، وسنه اولى كمان عمر حساس. والله انا الصعبه ليس سنه اولى. اولى بتستنزف طاقاتك. ايوه انت لازم تكون فوكس. وهو سنه اولى ما قادر يدس، لو عنده مشكله من البيت تتاثر له في الكلاس، تلقى مبوز او زهجان. فما ما بيقدر
يعني او ما عايز اكتب بس يعني ملة كده. ايوه والحاجه يمكن مشكله بسيطه مثلا في الترحيل تجي تعكس عليك انت في الكلاس. فتامنا ممكن اكبر عنده قدره انه يتجاوز الحاجات بعمره. جميل. حنتواصل معاك استاذ ابراهيم ونسمع الشعر ونتكلم عن التربيه والتعليم وانت كاستاذ يعني سنوات طويله وان شاء الله كل العمر ليك وللتعليم اللي انت بتديه والقيم اللي بتديها كمان للاطفال. حنهديك اللحن القادم دي ليك ولكل طلبتك في المدرسة. نستمع مع بعض. Thank you.
كل التحايا المسائية للفنان الجميل الموسيقار عبد القادر سالم والفرقة الجميلة كمان شفنا معاهم، يعني نقدر نقول منظومة من الفرح كده وشكل جميل من الفرح، وكان عندك تحيتك الخاصة. أيوة المردوم المردوم يا رشا، يعني إيقاع يعني قريب من النفس وقادر يحرك الزول. أنا ما أعرف، لكن من أكثر الإيقاعات اللي أنا محبب لنفسي قريبة لها، وما عارف علاقته بالفرح والحزن معا. الفرح إذا أنت حاضره معبر مع ناسه بيعتريك فرح على طول، يعني من غبار أنت بتستنشق غبار المردوم. طبعا المردوم دي بيعمل غبار شيء هايل، أنا ما عارف النشوة بتاعته الناس ما بتكون حاسة بالغبار ده. مثلا الحزن وإنت بتسمعه عبر التلفزيون أو وإنت بتسمعه من بلاد بعيدة لانه بذكرك بناس وبالحته المناسبه. فالمردوم غنى قطع عنه الامات قطع عنه الحكامات. فالما غنته خالتك غنته عمتك، والما كتبوه في ابوك كتبوه في خالك. فهكذا الغنى الدائر كله ناس وناس كانوا حقيقيين وموجودين واحداث حصلت اتكتبت فيها. عشان كده غنى المردوم عاش في الناس. أيوة. وتحبى وبسيط بيصل يعني محليا وعالميا. نعم. هو بيصل. نعم. يعني نعم. بالإيقاع بتاعه الجميل ومعبر عن أي إحساس. نعم. زي ما ذكرت. نعم. بتخيلي أنه طريقتك ممكن تكون جوا الفصل وإنت كمعلم تكون مسرحية درامية شعرية كله كده مع بعض. نعم. عشان كده بنلقي أنه المادة بتصل للطالب يعني. نعم نعم نعم. هي بتعمل لهم شنو كده عشان تقدر تجذبهم يعني؟ أنا عندي مشكلة مع الملل. حتى لما كنت طالب يعني ما بحب الاستاذ اللي بيجنب بس كده. ونحن في زماننا كنا محظوظين لقينا اساتذه كده موهوبين عندهم. انا ذات الناس اللي غشوني بقيت مدرس يعني زي السحره. يلون صوته في لحظه يبقى زول عجوز، في لحظه يتكلم بصوت امراه في الستين، في لحظه يتكلم بصوت سالم. الحاجات دي بتتخلي الاطفال دي يتغافزوا فرحا، مش الاطفال بس، حتى حتى الناس الكبار. ما هي دي علميا دي البادي لانجوج، لغه الجسد الحركيه فيها. بعد ذاك المسرح ضيف له، وانا بحب الغناء بحب المغنى. فاذكر كنت شغال في بيت الفنانه بهاء عبد الكريم الله يديها العافيه، بنيتها بتقرا في سابع وعندها ريتاج دي بتقرا في الروضه. ايوه. الكبيرة دي أنا شغال معاها قطعة بالإنجليزي. فلما أصلجت معانا احنا ملحنينها في المدرسة هناك بمردوم. فاشتغلناها، لحنتها هي ذات اللون القطعة ذاتها، هي الحتة ذاتها بتقول لها طيب. ما ينميز علي ما ينميز علي I'm a farmer I work very very hard I work very very hard People eat what, people eat what I grow in the farm, I grow in the farm, I grow in the... ده مردوم. ايوه. الشابة دي حفظته لأنه افتكرها غنى. بالطريقة دي. أي هي في الروضة حفظته. بتاعت سابعة. لسه. ايوه. الشفع بيحب الحاجة اللي فيها. الطريقة والأسلوب ذاته متطور يعني. يس. التعليم نفسه، عشان كده بقول لك المعلم دائما يكون مؤهل، يكون ماخذ دورات تدريبيه ليه؟ عشان يكون مواكب للتطورات. نعم. الاجيال. نعم. واختلافها. نعم. حتواصل معاك عن اساليب برضه للتعليم المختلفه اللي ممكن تخلي الطالب هو ينجذب ويحب الماده والاستاذ. نعم. لكن بعد فاصل قصير حبايبي اطلع.
اهلا ومرحبا مشاهدينا في كل مكان، ما زلنا نتواصل معاكم في المساحه دي من برنامج في المواعيد مع الاستاذ والشاعر الاستاذ ابراهيم جابر. وكنا معاك في رحله كده في اكثر من 20 عام في مجال التدريس تربيه وتعليم والقصائد مربوطين ببعض، الحكايه كلها بقت داخله مع بعضها البعض. ف مناسبات في المدرسة إلا أنت تألف لك قصيدة جديدة وتجي تقولها لأنه الطلبة حافظين قصائدك وبتتقال. أيوة أيوة. فحافظين شنو أكتر القصائد اللي بتتقال في المناسبات يعني؟ الناس ديل ما بقى اليوتيوب دي قلت لك نحن أيوة. وعم جوجل ده انتهى منها النهاية مرة، الحياة بقت ما بتتدسى. أيوة. فزمانك يا رشا لما أنا أكون عندي لغة في التلفزيون بزوم مديرة المدرسة بقول لها أنا ليلة عيان ما جاي. ومش بشتغل في التلفزيون وباجي راجع عشان اكون من الصباح قاعد شعر بس. ايوه هسه ما بتقدر تقول لانه الحلقه بتنتهي برفعها في اليوتيوب. ايوه اليوتيوب الناس قاعده عارفين هكذا. اشوف هذول بيحفظوا القصائد. في مره في 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 احتفال وانا جايب كم غيار خاتيم جوا، يعني مثلا لما اكون داير اشتغل دارفور بلبس اللبسه دي زي ما هي. لو لابس قميص وبنطلون ممكن اقرا الرتينه، اقرا بيت الجيران، وانا حايم المذيعه بتاعت الاحتفال بتناديني تقول يا استاذ ابراهيم كذا اقرا لنا قصيد كذا الامهات دار يسمعوها او الامور دار يسمعوها. وانا ماري الود قرا بيت الجيران. اخواننا قلت ان بقت بيت الجيران هينا مشكلة. انا بعدين الناس الكبار ديل ما بخمهم بالرتينة. وانا جوا ما عارف في 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 مع في المكتب مع المديره سامع بالميكروفون في ناس قاعد يقروا في 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 الرتينه. ايوه يا اخوانا انتوا نازل ماشيين علينا. في في اولاد من 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 كردفان هم جايين من كردفانكم هم حافظين قصيده دارفور بغناها وباللكنه بتاع دارفور ذاتها. قلت لهم والله انا بعدين ارسل لك انا اكتب دوبيت الاشياء قصيده من قصائد المدرسه اقرا. أيوة. فبقيت انت عارف عندي ورطه الاحتفال في المدرسه. انا بس الا فتش لي قصيده اصلا ما سجلتها في التلفزيون. ايوه هم ما عندهم. واقرا المطلع كده يصفقوا لانه حرقان ما سامعني ويسجلوا بالتلفونات لانه عارف انا داخل تسجيل لي. أيوة. المره الجايه حيقروها. ايوه فاغلب القصائد انا بقراها وانه دي اخر مره اقراها في المدرسه، المره الجايه هم من حبهم ليك طبعا. أيوة. ولطريقتك ولتعاملك معهم. عندي بنت اسمها اسمها الامين ربح ايام من هنا اسمها كيفك. اسماء دي اول يوم لقيتها فيه كانت حافظه حنبنيه بن احلام بيه وماتي لاستاذنا محجوب شريف لحد لما جلدتها بسبب انها قرات القصيده دي. يا سلام. فالقصائد بتقوي شخصيه الطفل، تخليه محبوب في محيطه، بتزيد من ذخيرته اللغويه. صحيح. ايوه. وسائله التعبيريه ذاته بتتنوع. بعد ذاك القصائد اللي اتكتبت بحرفيه لعمرهم بتجي معاهم قدرهم طق في مشاعرهم في احساسهم فبيحفظوها. انت ذاتك تحس انك انت في القصيده الفت انا ولا الف الزول. أيوة. من شده ما هي لابسه. أيوة. هسه تختار لنا، حنسمع منك قصائد كثيره. دارفور وبيت الجيران. كويس. نبدا بيت الجيران خفيفه. وما تقولوا معي اللي قاعدين برا، اصلكم ما تقولوا معي لانه عادي كان انط من فقره لفقره قصيدتها انا حر فيها. لما اقرا واقول له انت قلت كده. بيت الجيران اثناء ما كنت بكتب فيها مشيت اجيب مكوى من جيراننا. فلقيت باب مقفول والحيطه قصيره سبحان الله والباب عالي. ناس اصحابي شديد فتلبتها شلت المكوى والموسيقى بتاعت قصيده بيت الجيران شغال فيها قاعد احفظ فيها الوقت ده. فشلت فحم وكتبت لهم في الحيطه سلام جارتنا العسوله. بيبانكم دائما مقفوله. سلام جارتنا العسوله بيبانكم دائما مقفوله. معليش ما فرقت حنطفر حيطتكم يعني هي من طوله. دي ايام ما بكتب في بيت الجيران. زول احساسي تجاهي جبان وانا هسي مرشحه للنسيان. دي اخله حبتنا دي اللي خلتني احب بيت الجيران. وانا من ريتك يا جاره انا روحي في قربك دواره مجنونه كما عباد الشم شقيش متقبل دواره. وانا جارتي وبين تمرق شمسين عيني من عين الضداره. يا اخي انزلي نتونس حبه دي الروح يا متعشك سقاله. يا الله تطل يوماتي والبسمه الحلوه النواره وحيطتنا المايله على بيتكم يوماتي بيكسر مقداره والسر الجوانه مكتم مع اني بونس في الحاره والصوت اللي بندهنا. تعالوا
تعالوا وانا وانت نطنش ونتجارة، والريده خيوطه بتتفرتك وانا وانت نشربك في حبال، الريده خيوطه بتتشربك وانا وانت نفرتك في حبال، عشاق تارينا وما عارفين الريده اللي فضحت اسراره. اها كل الحاجات الجايطات دي خلتني اريدك يا جاره، خجلان يا الخجل خجلني، خجلت النفس الاماره، الريده اللي بيننا دي سر غومي يا الخايف عيوني السرساره، خطيت الخمسه على القدوم ما غني عليك انا يا جاره، يا بت مردومه برقصني كباب لو سامع نقاره، ايقاعك حاني وجواني مزيكة ريتك هدارة، يا خص كوتيساي ما تجوت اغنية، انا جدي معاك انا جد بهواك شان روحك طعم وهزارة. عموما ريدنا المدسي عامل حاجات يا اخ بس انسي، انا فاتحك رادي وبتفرج وقاعد مرتاح فين الكرسي، وزايغ منك شان القاك وبفتش عنك في نفسي، يا دي الجيرة المانافعة انا رايح لعندك من هسي، كل الحاجات اللي عندي هنا بتطفر حيط البال وتجيك، وانا بنسى الغنوة اللي غنيتها ما قاصد اصلا اغنيك، دار اسمع صوتك بالحيطة وادوزن بيك قلبي الحاب بيك، يا احلى كمن جات الدنيا حلفتك تمليني مزازيك، يا احلى كمن جات الدنيا حلفتك تمليني مزازيك، ويا مليانة باحلى طباع يا مدهشة جد حد الاغناع، عندك مثلا يا سكر ما كنت بحب شاي النعناع، وانا هسع والله بفكر اناملك هدا في النعناع، ودني احساس انه بسكر نشوان انا بشره وباستمتاع بخلان لضيوفه مستكتر يتجنن لو ضاقوا النعناع، وانا يا اخي بحبك بالنعناع والله بحبك بالنعناع، يا اجمل بالجيران في الكون، يا احلى رموش في اغلى عيون، شافني وقلبي الشاف انجنى والشاف بقلبه اكيد مجنون، وانا شفت فراش طالع مني وبنادي لهيبك يبقى حنون، دفي الغنوات اللي عندك جات دي الغنوة فراشة وصدقها لون، بنت الجيران وصوك علي انا في الاديان، أزين قتارك يا جارة بيتكم كيف اندس البستان، ما سابع جار انا زول جنبك يوماتي بشمك في الريحان، في الونس زي شدر اللبلاب بديك بهناك دون استئذان، في الضحك اللي بتلي بيومي وتجيني وقت ما اكون زعلان، في المطر اللي بتنقط فرحة، في المويه الملت الحيشان، في الطشطة الطرقع وناداني يا اخ قوم ساعد الجيران، ساعد الجيران وانا غايته بساعدك ساعديني، سوى نمرق من هذه الحيشان يا روح مقسومة على جسدين، فاصلانا فقط هذه الحيطان بنت الجيران، انا غايته بساعدك ساعديني، سوى نمرق من هذه الحيشان يا روح مقسومة على جسدين، فاصلانا فقط هذه الحيطان بنت الجيران. يا سلام جميلة، يعني في كل اللقاءات دائما بطلبه وبسمعه وكأنه أول مرة أسمعه، يعني جميلة جدا. يعني في الزخم بتاع العيال يعني ربنا يحفظهم إن شاء الله، دوام كده من كم؟ من 7 صباح لاثنين ظهور يعني؟ هو من 6 لوحدي لوحدة. ما في قصيدة بتيجي طالعة في الوقت ده، ما في فرصة صح؟ والله صعبة صعبة صعبة، وإن كان لو جاتك بتطردها يعني لو جات بشرد لو جات بشرد، وعندي خيارين، يا خش المكتب واقفله، لكن اتآمر مع معلمة تانية ببلسة كبيرة، لأنهم النازل ما بيقوا مادين بيقوا بيعرفوا الشعر ده بيجيب قرش، فتقول لي تكتب القصيدة أول حاجة أنا أكون في مناسبة أكون موجودة تجيب سيرتي، واثنين تديني من قروش أي فعشان عشان عشان ما يقولوا أستاذ إبراهيم قاعد وين، ما يتكلم والله ما شفناه، أقفل التلفون. ففي في في قصائد زي ده الموقف بكون عنده علاقة بالمدرسة، ما عنده علاقة بالمدرسة، عنده علاقة بجملة قريتها في عربية بورا، عنده علاقة بشكل حصلت في الشارع، عندها علاقة بحلم حلمته امبارح، عندها علاقة بزول اشتقت له ولمحته فجأة لكن ما قادر تقيف لأنه سايق انت ماشيين عكس بعض. فالقصايد دي كف بتجيك من زول هما قصيدك لها. فبتنتبه فجأة. يعني أنا حلمت بزول الصباح شفته ونفسية سلم عليه، لكن ماشي في اتجاه أنا ماشي في اتجاه، بس قطعنا كده بس شفته زي البريق. فده اللي بيخليك الشاعر بيصحى. أو جملة مثلا زي وأنا جاي عليكم نفسي. دي اللي قدرت اعمل بيه حادث ودي حتبقى قصيده عشان الناس تسمع من نفسي. لقيت زول كاتب في العربيه بورا كل درويش بيرقص طاره. كل درويش بيرقص طاره. يا اخي الشعب السوداني ده فنان بالجمله والتفصيل. يعني تخيل ده شعر اسعى على غارعه الطريق. ايوه. دقيت له الزول باب العربيه كده قلت له كل درويش بيرقص طاره، قال لي ايوه ضحك. قلت له انا حاشيله وحعمل شعر، قال لي شيله يا استاذ وانا بشتكيك هذه لا قاعده بتاعتي. فشوف نحن السودانيين بنتعاطى الحاجات الجميله وبنتعاطى الجمل السمحه، والاساتذه اللي درسونا كانوا مولعين بالحاجات دي، الناس اللي بقيتوا مذيعين دي اكيد اكيد استاذ العربي
عندها عندها صحيح. اثر عندها دور في شكل نطقها بشكل كلامها بشكل كذا وهكذا. فالمدرسه دي هي مجتمع مصغر لكن للشاعر متحف حقيقه. ايوه انت لو تخلي شاعر ده عايز بيئه هادئه كده ما بتقدر ما بتقدر يعني انت عاوز تكتب يعني هسه في قصائد بدت وانتهت وانت في الدوام المدرسي. ايوه ايوه طلعت. ايوه فاتت تقول بكتب الليله بكتب بكره بكتب الليله بكتب بكره دي ما اتكتبت لا اي لحد حمتها مثلا تبرد والقصيده الحمتها بردت ما بتتكتب تاني زي لكن في قصائد اتكتبت مشكله في قصائد في قصائد ما كثيره في قصائد انا المدرسه زي ما شالت مني ادتني ادتني شنو؟ ادتني الجمهور الصادق. ايوه اللي هو القصيده سمحه بيصفقوا لها وما سمحه بيبدوا يتونسوا في اثناء انت بتقرا فيها. ايوه دي كمان حاجه بتختص بالادب وبالابداع فما انت ما بتقدر اذا هي ما عندها عوامل نجاح وعوامل جذبها ما بتقدر. فانا في ظروف ثانيه للقصيده وكلها هي متوفره عندك الاداء والطريقه والحفظ. في بعض الشعراء يمكن ما بيحفظوا دي تخليه بتخصم شويه بيأثر القصيدة. بيأثر في ادائك بيأثر في المعايشه بيأثر في المعايشه. ايوه الحفظ الجيد الشاعر ذاكره ده لوركا شاعر اسباني. ايوه الشاعر ذاكره ذاكرتك الشعر اللي عندك كل في ذاكرتك صحيح اللي في كراسك ده ما ده حاجه ثانيه حق الناس. أيوه. عشان الزمن ما يداهمنا عايزين دارفور كويس. دارفور لكل زول مكلوم كل زول موجوع انا بهدي له دارفور ودارفور قالوا عنها الناس الكثير اللي عجبني انا ابو العروس يعني قال انها قصيده عالجت مشكله بشكل زي الجوديه وهي لانها اتكتبت للناس زي ده. انا في المدرسه بيلاقوني ناس جايين من دارفور وبيحكوا لي قصص اطفال والاطفال دي الاكثر ناس شريحه الالم والحرب والشتات بيأثر فيهم بشكل كبير شديد. فسمعت حكايات وصدقتها وبكيت لها وبدأت يعني أواسيهم بكتابات. ثاني حاجة عشان أعمل حاجة مهمة يا رشا في ناس بيجوا من أطراف السودان بأكسن بلهجات نحن في الوسط ممكن نسخر منها وده محري شديد لإناسة وبحساسية شديد بتجرحوا اجتماعيا ثاني حتى ممكن ما يتكلم كثير. فجاتنا بنيه من دارفور بتتكلم بلهجه دارفور وانا معجب باللهجه شديد لكن هي حاسه انه مثلا زي الاستاذ يلا بيسخر مني وانا انا كان قلدت عشان اتعلم اللغه خايف تقول بسخر منها. فصاحبتها بس كده وخليها تنفعل خليها تقول الزوله دي انا استفدت منها في 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 بعض الاكسنات في 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 قصيده دارفور. دارفور اتكتب على جزئين جزء اتكتب قبال 15 سنه والجزء اتكتب قبال 20 سنه. دي قصيده دارفور نص طويل. طيب دارفور خلاف اليوم دارفور خلاف اليوم كانت عروس الغوم شوف القبائل جت في لمه المردوم بنيه كم طاشر ذات الحشى المبروم ولدا من الفاشر غناه وحلاوه لكم مخشي من حليب بقى لك عمك ليل الورد الحفير رق لك الدريب ام خشيم حليب بقى لك عنك ليب الورد الحفير بقى لك الدريب بريدك حارنا والله شقش فريك الدلا شق الحفير القامت من قويظ الرملة قل لي يا بيطمي انت الخدار ولا المي قول لي يا بيطمي انت الخدار ولا المي عطشان قلبي ودمي من ريتك ما بتخلى ما بتخلى من ريتك ما بتخلى هي 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 حجيتكو ما بجيتكو ان شاء الله يوم طيبين ناس الخراطيم هوي ان شاء الله يوم طيبين بلدكو زينه وسمحه وناس طب زينين انا جيت بدور الونس دي الغربه غولا شين انا من تراب دارفور اسمر لساني هجين مريوم اصم امي طيبه وكلام حنين يا حالات تبقاريه نقرابي في الخدين وكتين تقول والضمي شذر الظهار بلين حتى الرشاشه الفزه فارق ترابنا سنين تلقاه بشر وهزه ورمى البرم في الطين تلقاه بشر وهزه ورمى البرم في الطين وانا
انا امي حالي كلامه دمعتها فوق العين للواقع هل الزامه للعم يشوف العين ساعه الدواس حزامه ما هالمرل بين بين كل العوين هي عوين يا امي زيك يين كل العين هي عين وابا ابا من دارفور بلدا رجال نسور هل شفت لوك نسور حاحوها بالزرزور شينين وتغيانين وقتين عدونا يزور وحرابنا اقلامنا بيهن كتبنا سطور ده الدم وكيت ما يفور بيصبح حبر من نور الدم وكيت ما يفور بيصبح حبر من نور ويسطر التاريخ يبرق اسم دارفور ويا كاتب التاريخ اسال تراب دارفور بيوت دارفور شدر دارفور طيور دارفور وكيت طارد عيال الزغب جوا السور بتكتب بجناح مكسور وريش منثور نموت نحنا على المحنه وتعيش دارفور نموت نحنا على المحنه وتعيش دارفور ونحنا نحنا الغدر ماهلنا كتب ما بنقتل المعذور سمر وسمارنا عجبنا يمين طلت عيالنا بدور وهذا الراس كمان قرقد هو قرقد ساي قرقد ولا برقد اسود سواد ديجور افطس وما بندس زي الجبال مغرور قلناها للبسمع نحن المسنة بقول هي لم صلم بويتي وكدكا يداك حق زول هي لم صلم بويتيك وكدكا يداك حق زول وحجيتكو ما بجيتكو ان شاء الله يوم طيبين اب الكبير حجانا عيال بنات لمانا عيالي هو يا عيالي زمن المرافعين جانا عدوا الحميلات توا شقيش خبروا بكانا عدوا البقيرات توا الجيش اخبروا بكانا ابا ادم نطع حمر عليه وقال اليكم الاخبار كالالم في الخربال جاب هارونا كالالم في الخربال حمور ولا تزروق تورب جنونا فوق ابخرة عجبانا كذلك الكرتاء الكرتاء بقرت ايسا حلابة الا تايسا والحمرة اجلت موسى النافرة زي جاموس البارهم فقدا ما عرفنا وين رقدا فزعنا في الجيزان هناك بكان اكل انتهت الشدر رقدا ودي الريحات ما في ما هازن شردا يشردن كيف وهن يتولدن في الجوز في القردود بقراتنا يتولدن في الوادي في الدنكوج يتولدن حلبا أبا هوي أبا بقراتنا انفقدن المرفعين نقدن وأبا لسه بهجي حجيتكو ما بجيتكو نص الفريق لمانا يالي هوي يالي الله الكبير سوانا زينة السمر سمانا فر الغيوم غطانا من ألم صافي سقانا منزل الذي صحانا سرق الحلم صحانا صبحنا بالجبخانة مسانا بالجبخانة فطرنا بالبازوكة زي تقول مفروكة بالراجمات غدانا منزل الذي غشانا أقنعنا إنه الدانا أكثر طريق للمركز يلقى المهمش خانة منزل الذي غشانا شيل السونكي قد الدونكي وشلنا السونكي وتاخ قدينا الدونكي المسرى بروانا في يبو كذب والله العطش كتلانا منزل الذي غشانا شيلوا الهاون هد تعاون شيلوا الهاون هد وشن الهاون هدينا تعاون مدرستين وكنتينين وكم شفخانا ذنب المدرسة هل خلانا دل بارانا بكانا بكانا الطبشيرة بقلب المبيض كيف حيسامحك الجبخانة وفي ذرات حروف مسجونة باكر تكتب ضد سجانة بال الشفع ممكن ينسى الطابور الجوط الكبسة الغنوات المات انهسة الطعمية طعما طاعم جو حلوق مصارت غصة إلا شفع ماضي تشفع للغشاهم بالجركانة وكان ماليها حلاوة سمسم وجوه السمسم دس الدانة جوه السمسم دس الدانة هوي هوي والضمي هوي 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 والعمي هوي شلخوني مين بتطمي بتطمي شدرة همي تعتوني فيه بتعمي يا روحي كيف تنجمي ما دام بنية خالي خالي الرويح طف أمي قتلوها دنيا مغارب طف الشموس في نمي قتلوا الغناوي الطاعم قبالي يضوق فمي فتنوني فيه والضمي والضمي فات خلاني والضمي هوي والضمي والضمي فات خلاني ودن دمي أصبح ألمي سيد لك كلاشنكوف الخوف بيد الخوف نشن علي واضرب في ايدي في رجلي وعاك من الجوف الجوف زريبة القلب وانا قلبي ساعي الحب حبيت ولاد امي رماني جوا الجب حبيت ولاد عمي اعلن علي الحرب وانا يا ولاد امي خايف عليك ملهوف تقتل ولاد امك بكره القيامه تقوم الناس يقوفوا صفوف انت البراك مهزوم انت البراك مكسوف بيننا الصراط ممدود ممدود كحد السيف بيناتنا لبن امي ودمي الصبح المي سيت لك كلاشين خوف اقتلني هس سعدي وانا لسه في وعدي ما مد لك يدي يدي اللي بتكتب دي يدي اللي بتعفزع دي يدي اللي بتحلب دي مين اللي بضاري عليك في الدنيا غير يدي مين اللي بضاري عليك في الدنيا غير يدي ان العمر ساعات لحظات بتعدي لكني مهما اكون صادق ولا حاخون انا زول قدر وعدي وانا زول شبه بلدي لبسني افرنجي عكازي في زندي لبسني افرنجي طاقيتي حمرة هدي وانا زول شبه بلدي يا ربي اه يا رب سلم ولاد امي يا ربي اه يا رب سلم ولاد عمي وانا يا ولاد امي يا ربي اه يا رب سلم ولاد امي يا ربي اه يا رب انا هسه
بيه دمي باخر انفاسي بكتب غناوي الحب. يا اهلي يا ناسي، يا اهلي يا ناسي، دارفور قضيه حب. كان زرقه كان حمور، كان عرب كان فور، زغاوه سابع دور، كان صنو كان هاجو، كان برقو كان داجو. دارفور قضيه حب، عجميها ربطانيها، عربيها او زنجيها، هم اللي بيخبروا الفيها الفيها والما فيها. ودارفور قضيه حب، والحب عطيت الرب. ارفع ايديك والضم، ارفع ايديك للشم، ومعايا اقول يا رب. ارفع ايديك والضم، الدم بحل الدم، ومعايا اقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. وما في كلام يتقال بعد القصيده دي استاذ ابراهيم. نشكرك عليها جدا وعلى الاحساس العالي في الكلمات وفي الاداء، وربنا يلطف باهلنا وبكل الشعب السوداني، وان شاء الله دائما ننعم بامل وبسلام وباستقرار. ربنا يحفظ اولادنا وابنائنا ان شاء الله. امين امين امين. وان شاء الله اتلاقى في دوله جديده وسودان جديد ان شاء الله. السودان فيه شهد وصداح، بيكتبوا باقلام سمحه وبيكتبوا فرح جديد ان شاء الله يا رب. نشوفهم وهم نحن عملنا قدرنا له، وهم اكيد رأيه. بيعملوا حاجات مشرفه لنا ولكل السودانيين وعامرين عامرين ان شاء الله. شرفتنا اليوم الاستاذ والشاعر استاذ ابراهيم جابر. ان شاء الله نلتقي بك كمان في مساحات اوسع وندردش معاك اكثر في الشعر وفي التعليم وفي التربيه ان شاء الله. شكرا لك كثير، وشكر مشاهدينا في كل مكان يتابعونا اليوم. نلتقي ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج في الموعد.